السلام عليكم. الليلة نصف من شعبان، سبحان الله. شوفوا البدر، القمر بدر ما شاء الله، الله أكبر. في هذه الليلة يتجلى الله سبحانه وتعالى على قلوب العباد. اللهم يا أرحم الراحمين، ارفع الوباء عنا يا حي يا قيوم، طهر قلوبنا واصرف عنا أهل السوء وأقرب منا أهل الخير يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا، يسر أمورنا، اهدنا يا حي يا قيوم. مع حظر التجول يعني راهو ما كاين حتى واحد في الشارع، ما شاء الله الهدوء والسكينة. أكيد الكل هز بورتابل مع الفيسبوك، إلا القلة القليلة التي تركز في هذه الليلة بمعانيها العظيمة. يا أرحم الراحمين أهدنا، يا أرحم الراحمين أهدنا. اللهم إنك مطلع على هذه القلوب، اللهم إنك مطلع على قلوبنا، فاهدها، أهدها إلى نورك يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.